السلام عليكم ورحمة الله عليكم. طيب يا ولاد، معلش يعني اكيد واخدين بالكم، هو نفس الصوت اللي تعبان من المرة اللي فاتت. والله مراكب جدا جدا يا ولاد، جدا جدا، هتلاقوني بعق كده في الدنيا، حاولت ايه تلقطوا معايا. ده الجزء الفيسلز اوف هيدو نيك البارت 3. احنا كنا وقفنا عند الانترنال كاروتيد من 5 دقايق، لسه مسجلاه، فوقفنا عند الانترنال كاروتيد. هناخد النهارده جزء صغير، النهارده مش كبير، هناخد الانترنال جاجولار فين والاكسترنال جاجولار فين والبلاس سبلاي بتاع السكالب، الارتري والفين. صغير والله، مش كبير النهارده. طيب هنبتدي الاول بالانترنال جاجولار فين. ايه الانترنال جاجولار فين ده؟ الانترنال جاجولار فين دوت المين فينس درينج بتاع الهيد ونك. الانترنال جاجولار فين هو بيبتدي عند الجاجولار فورامين از ا كونتينيويشن اوف سيجمويد ساينس. يعني السيجمويد ساينس يمين وشمال، انا جايبه لك رسمه. السيجمويد ساينس يمين وشمال لو فاكرين من الديورال فينس ساينس، كان بيدخل جوه الجاجولار فورامين وكان بيكونتينيو از انترنال جاجولار فين. كنا دايما اقول لك الديورال فينس ساينس كان فيه سوبيريور ساجيتال وكان فيه انفيريور ساجيتال وكان فيه ترانسفيرس وكان فيه الرايت ترانسفيرس والليفت ترانسفيرس وكان فيه الستريت، وبعدين السيجمويد في الاخر بقى عمل ايه؟ عمل انترنال جاجولار فين. طيب الرايت فين غالبا بيكون اطول من الليفت فين بيقال، يعني الرايت فين اللي هو كان سوبيريور ساجيتال وبعد كده الرايت السوبيريور ساجيتال وبعد كده مع كمل الرايت ترانسفيرس وبعد كده كمل من السيجمويد فبقى هو اللي اكبر، لكن الانفيريور ساجيتال اللي مع الستريت هو اللي كمل بالليفت ترانسفيرس وعشان كده هو الاصغر يعني. طيب ايه تاني؟ ادي كده السيجمويد ساينس اللي هو كمل بعد كده عن طريق الجاجولار فورمن، كمل على الانترنال جاجولار فين، وانا هلاقي موجود فيه بالب كده، في بالب فوق كده سوبيريور بالب وتحت كده في انفيريور بالب. عند الابر واللور اند بتاعته هنلاقي في سوبيريور وانفيريور بالب. السوبيريور بالب دي تلاقيها لازقه في الجاجولار فورمن. يبقى الانترنال جاجولار فين دوت انا جيت عند الجاجولار فورمن از كونتينيويشن اوف سيجمويد ساينس، وعرفت الناحيه اليمين بتكون اكبر شويه من الشمال، هوريها لك كمان شويه. طيب انا عرفت ان انا عند الابر واللور اند كان في كعبيره فوق وكعبيره تحت، كان اسمها سوبيريور وانفيريور بالب. السوبيريور ديت كانت لازقه عند الجاجولار فورمن. طيب ايه كمان عايزه تقوله لنا؟ لو انا جيت كده الرسمه ديت بتاعت الجاجولار الديورال فينس ساينس اهي، وادي الرسمه اهي بتاعت ديورال فينس ساينس اللي كانوا البير. احنا كان عندنا في سنجل وكان عندنا في بير. السنجل كان عندنا في سوبيريور ساجيتال وعندنا في الانفيريور ساجيتال، وبعدين السوبيريور ساجيتال وبعدين في الانفيريور ساجيتال اللي مكمل بالستريت، وبعد كده كان فيها الكونفلونس اوف ساينس يتقابلوا مع بعض وكانوا بيتفرقوا بعد كده للترانسفيرس يمين وشمال، وبعد كده السيجمويد يمين وشمال، وبعد كده بينتهي الايه الانترنال جاجولار فين يمين وشمال. فكان السوبيريور ساجيتال كان هو اللي بيكمل بالرايت ترانسفيرس والانترنال جاجولار فين اليمين، وكان الانفيريور ساجيتال مع الستريت هو اللي كان بيكمل بالليفت ترانسفيرس والليفت سيجمويد والليفت انترنال جاجولار فين، وعشان كده كان بيقال ان الناحيه اليمين اكبر من الناحيه الشمال. طيب انا كده ده اللي كان سنجل ساينس. البيرد ساينس بقى انا كان عندي هنا في الكافيرنس ساينس اهي، الكافيرنس ساينس كان فيها عندها كانت هي اكبر فينس درينج اهي الكافيرنس ساينس، وكان جنبيها في حاجه اسمها سفينو بارايتال. ليه سفينو بارايتال؟ ادي البارايتال بول وادي السفينويد، كان ديت اسمها سفينو بارايتال ساينس، دي الكافيرنس ساينس. وكان هنا في حاجه اسمها سوبيريور بتروزال ساينس وادي انفيريور بتروزال ساينس، ده على السوبيريور سيرفيس وده على الانفيريور. اللي باين قوي في الرسمه ان السوبيريور بتروزال ده كان بينتهي في ترانسفيرس صح، لكن الترانسفيرس، طب خلينا فين الترانسفيرس؟ ادي ترانسفيرس اهو وادي ترانسفيرس اهو، انا انتهيت سيجمويد وانتهيت سيجمويد. السوبيريور بتروزال في الناحيتين انتهت في ترانسفيرس صح، السوبيريور بتروزال في الناحيتين، لكن الانفيريور بتروزال لو شايفين الانفيريور بتروزال كانت باينه في الرسمه اللي فاتت بس انا طنشتها، نازله من فرامينا لوحدها، نازله من الفرامين لوحدها وبتنتهي فين؟ في السوبيريور، في السوبيريور بالب اوف انترنال جاجولار فين. عشان كده لما اجي كمان شويه هقول لك التريبيوتريز بتاعته، اول حاجه هقول لك الانفيريور بتروزال ساينس، اكتب جنبها ان السوبيريور بتروزال ما لحقتش، السوبيريور بتروزال اللي كانت فوق راحت على الترانسفيرس على طول، لكن الانفيريور بتروزال اللي هي دي الانفيريور بتروزال لا مشت من الفرامينا لوحدها وراحت انتهت في السوبيريور بالب اوف انترنال جاجولار فين، علشان كده هي من التريبيوتريز اوف انترنال جاجولار فين. طيب نرجع نكمل، ادي كده ادي هي ديت الجاجولار فورامين اللي كان بيطلع منها السيجمويد ساينس وبيكمل على الانترنال جاجولار فين، اللي منكم ما كانش فاكر يعني. الجزء اللي كان فاصل ده احنا كنا وصلنا ان احنا نتكلم في الانترنال جاجولار فين. دي رسمه كروكيه منتهى البساطه يعني مفيش فيها حاجه. ادي الانترنال جاجولار فين الناحيه الشمال، وادي الليفت كومن كاروتيد الشمال، وادي الرايت انترنال جاجولار فين، وادي الرايت كومن كاروتيد. وكنا قلنا ان الانترنال جاجولار فين بينتهي ان هو بيجوين السبكليفيان فين
علشان بيعملوا الفين اللي اسمه بريكيوسفاليك فين. طبعا الكلام ده يمين وشمال، وبنعمل في الاخر حاجه اسمها سوبيريور فينا كيفا. الجانكشن اوف ليفت بريكيوسفاليك والرايت بريكيوسفاليك بيعمل سوبيريور فينا كيفا. طيب انا الانترنال جاجولار فين كان بينتهي ان هو بينزل في الكاروتيد شيف. لو انا كده الانترنال جاجولار فين انا نازل جوه الكاروتيد شيف، فانا هكون اقصى حاجه لاترال زي ما اتفقنا قبل كده، فهو لاترال للانترنال والكومن كاروتيد. ادي الانترنال وادي الكومن كاروتيد، انا لاترال ليهم ولاترال للفيجس كمان لان هو كان اقصى حاجه لاترال. طب امال الاكسترنال؟ لا الاكسترنال ما كانش جوه الكاروتيد شيف خالص. انا لما اتكلم على الكاروتيد شيف انا بقصد الانترنال والكومن كاروتيد، ماليش دعوه خالص بالاكسترنال جاجولار. اتفقنا ان الانترنال جاجولار يمين وشمال، انتهيت مع السب كليفيان يمين وشمال وعملت بريكيوسفاليك فين يمين وشمال اللي انتهيت ليه سوبيريور فينا كيفا. وقلت لك قبل كده ان احنا عندنا بريكيوسفاليك فين يمين وشمال، لكن عندنا بريكيوسفاليك ارتري واحد بس ناحيه اليمين. التريبيوتريز بتاعته، التريبيوتريز بتاعته يعني انا انتوا عارفين انا ما بحبش العلمات قوي، بس التريبيوتريز بتاعته يعني حابين تحفظوها كده شغال، مش حابين تحفظوها كده ليكوا علمه تانية ماشي. الميديكال سكولز ليت كونفيدنت بيبل ان، يعني اوقات احنا بنحفظ العلمه وبننسى الاسماء يعني، فطب راحتكم. طيب ان احنا عندنا ادي الانترنال جاجولار فين، ادي الانترنال جاجولار فين اليمين وادي الانترنال جاجولار فين الشمال اهو اليمين سوري وادي الشمال، الانترنال جاجولار وادي السب كليفيان فين وعمل لنا البريكيوسفاليك فين. الانترنال جاجولار فين هو كان كمال السيجمويد ساينس زي ما قلنا، ونزلنا عند السوبيريور عند الجاجولار فورمن. واجي الانترنال جاجولار فين اليمين كان كمال السيجمويد ساينس واتفقنا كان هو اللي اكبر، وعند الجاجولار فورمن وكملنا الانترنال جاجولار فين، وقلنا ان احنا كان لينا سوبيريور بالب وكان لينا انفيريور بالب. طيب ووريت لك في الرسمه ان الانفيريور بتروزال ساينس كان بينتهي في السوبيريور بالب اوف انترنال جاجولار فين، فعشان كده اول حاجه من التريبيوتريز، التريبيوتريز اللي هي عكس البرانشز من الارتري، اول حاجه كانت الانفيريور بتروزال ساينس اهو. الانترنال جاجولار فين هو يمثل الانترنال والاكسترنال كاروتيد، او يمثل الاكسترنال كاروتيد اكتر، الاكسترنال كاروتيد ارتري مقابل ليه يعني. فهتلاقي البرانشات تقريبا سيم، يعني ايه؟ هتلاقي في سوبيريور ثيرويد فين، هتلاقي في اللينجوال فينز، هتلاقي في الفيشيال فين كومن فيشيال فين، هتلاقي في فارنجيال فين زي الاسندنت فارنجيال، هتلاقي في الاوكسيبيتال فين زي الاوكسيبيتال ارتري، تقريبا نفس الاسماء. اللي زياده بس وما نتلخبطش فيها هي الميدل ثيرويد فين. طيب هي الثايرويد كان ليها اثنين ارتري، سوبيريور ثايرويد وانفيريور ثايرويد، بس الثايرويد انتوا اخدتوها كان ليها ثلاثه فينز، كان ليها سوبيريور ثايرويد فين بينتهي في الانترنال، كان ليها ميدل ثايرويد فين بينتهي في الانترنال، كان ليها انفيريور ثايرويد ما بينتهيش في الانترنال، ده بينتهي في البريكيوسفاليك على طول شخصيا. يبقى انا التريبيوتريز بتاعت الانترنال جاجولار فين لو انت كلهم اتلخبطت فيهم، كلهم نسيتهم، الانفيريور بتروزر نسيته والفارنجر والفيشال واللينجوال والاوكسيبيتال كله نسيته، ما تنساليش ان فيها السوبيريور والميدل بس ما فيهاش الانفيريور، لان ممكن يجي لك في الام اس كيو السوبيريور والميدل والانفيريور بيدرين في الانترنال جاجولار فين، لا السوبيريور والميدل بس في الانترنال جاجولار والانفيريور لا ده لوحده في البريكيوسفاليك. طيب نيجي بقى لشويه ريليشن كده عليه، الريليشن بتاعته بسيطه، بس خلي بالك ان الانترنال جاجولار فين دوت كان الموست ديب، يعني الانترنال جاجولار ده كان اقصى حاجه ديب، فلازم يكون كل حاجه سوبرفيشال ليه. يعني ايه؟ يعني انا لو الانترنال جاجولار اهو، فكل حاجه كانت اصلا سوبرفيشال ليه، يعني مثلا الاستونوماستويد اللي مقطوعه دي، الاستونوماستويد لازم تكون سوبرفيشال ليه، يعني مثلا الباروتيد جلاند اللي موجوده هنا لازم تكون سوبرفيشال ليه، يعني مثلا الدايجستريك ماسل، ادي الدايجستريك ماسل اهي البوستيريور بيل اوف دايجستريك لازم تكون سوبرفيشال ليه، الستايلويد بروسس اللي جاي من هنا والماسل اللي طالعه منه رايحه للهايويد لازم هتكون سوبرفيشال ليه. فالسوبرفيشال ليه خلي بالك اكتب جنبيها ان الانترنال جاجولار ده الموست ديب، فالستايلويد ابريتس لازم يكون قدامه، الباروتيد جلاند الجزء من الباروتيد جلاند اكتبه قدامه، الدايجستريك ماسل قدامها، والدايجستريك ما تنساش انها كانت ريليتد لتو ارتريز، التو ارتريز اللي لسه واخدينها في المحاضره اللي فاتت اللي هم كانوا ايه؟ البوستيريور بيلي اوف البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال، الاوكسيبيتال كان تحت والبوستيريور اوريكولار كان فوق، او ادي كده البوستيريور بيلي اوف دايجستريك كان تحت الاوكسيبيتال والبوستيريور اوريكولار كان فوق، بس طبعا على الورق يعني كان البوستيريور اوريكولار كده لفوق والاوكسيبيتال كان لتحت. طيب ادي الاثنين ارتريز ريليتد ليها والاسترنوماستويد كمان. يعني انا عايز اقول لك الانترنال جاجولار فين الريليشن بتاعته عبيطه. ادي الانترنال جاجولار اهو، ادي الاوريكل اهو، وادي المانديبول، يبقى موجوده الباروتيد جلاند كلها هنا. ادي الاوريكل اهو، وادي الماستويد بروسس، يبقى ادي كده الاسترنوماستويد، والمصل اللي تحتيها اللي اسمها الدايجستريك. ادي البوستيريور بيلي انقطعها، يبقى البوستيريور بيلي كانت ريليتد ليه، الاسترنوماستويد كانت ريليتد ليه، الباروتيد جلاند كانت ريليتد ليه، مين كمان؟ الستايلويد ابريست اللي مستخبي وراه والماسل اللي طالعه منه. وخلي بالك الارتر اللي طالع من الاكسترنال كاروتيد وريليتد للبوستيريور بيل اوف دايجستريك اللي هم مين؟ الارتر اللي طالع من تحت، اللي طالع من تحت اللور بوردر او ديب
اللي هو كان اسمه الاوكسيبيتال ده، والارت اللي كان طالع فوق 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 وماشي ورا الاوريكلا على طول اللي كان اسمه البوستيريور اوريكولار، الارت دوت اللي فوق اللي كان اسمه البوستيريور اوريكولار اهو. كان حقيقي اعلم لكم على الاسماء دي، بس انت معاك الرسم بقى وهطلعه، البوستيريور اوريكولار اللي كان فوق والاوكسيبيتال اللي كان تحت، تمام. طيب في نرف بقى تاني، يعني كل الكلام ده انت تعرف تالفه، الحاجات اللي مش هتعرف تالفها انا هقولها لك. اللي مش هتعرف تالفه النرف ده، ده الاكسسوري نرف. فاكرين لما انا قلت لك ان احنا عندنا الكاروتيد شيث او اخدته في النك، يمكن الكاروتيد شيث كان فيه اللاست فور كرينيال نرف؟ لا، وانا قلتها لكم في النيورو اعتقد. اللاست فور كرينيال نرف كان كل واحد بيكيرف بشكل، الجلوسوفارينجال والهايبوجلوسال كان بيكيرف قدام، الفيجس كان بيكمل لتحت، والاكسسوري كان بيكيرف ورا. الاكسسوري هو بيكيرف ورا، هو جاي قدام الانترنال جاجولار فين، يبقى هو هيكروس الابر بارت بتاعه، وادي الاستانوماستويد. يبقى الحاجات السوبرفيشال بتاعته مش محتاجه فيها حاجه، الستايلويد والباروتيد هنالفها، البوستيرور اوف دايجستر هنالفها، الانفيريور سوري الاكسسوري نيرف ده اللي مهم اللي جديد بالنسبه لنا، الاستانوماستويد هنالفها. الحاجات بقى اللي شويه فيها حاجات صعبه، المسل دي، ايه المسل دي؟ المسل ديت اللي اسمها الانترميديت تندون او اللي اسمها الاوموهايويد. اوموهايويد يعني جاي من عند الهايويد بون، جاي من عند الاسكابيولا من تحت اومو باللاتيني، وراحت انسرت في الهايويد بون. المسل ديت ليها تندون في النص اسمه انترميديت تندون، والمسل ديت بتعمل كروسنج على الانترنال جاجولار فين. وعلى فكره المسل ديت كانت بتشير في تقسيم البوستيرور تريانجل لجزئين، السبكليفيان والاوكسيبيتال، السبكليفيان اللي تحت والاوكسيبيتال اللي فوق، وبتشير في تقسيمة كمان الانتيرور تريانجل، هي كانت من انفر هايويد مسل. طيب الاومو هايويد ديت كمان بتكروس في ايه؟ يعني انت عايزه تقول لنا يا دكتور ان كله تاليف ما عدا اللي كان مهم الغريب اللي احنا مش هنفتكره، السباينال اكسسوري علم عليه، و الايه والامو هايويد هي دي اللي ممكن ما نفتكرهاش، لكن بقيه الحاجات كلها تاليف، كله تاليف. حط اي حاجه تطلع صح، البوستيرور بين اوف دايجستريك واثنين ارتري حط صح، الباروتيد صح، الاستنوماستويد صح، اي مصل طلع من الاستايلويد صح، الاثنين بس اللي غراب هما دول. طيب ايه كمان؟ الجيب ريليشن بقى، الجيب ريليشن بتاعته الانتيرور جاجولار فينس، هل هجيبها لك كرسمة كويسه ليها كمان شويه. الجيب ريليشن انا قلت لك هو اقصى حاجه جيب، فاكيد اللي تحتيها هيكون مين يعني؟ اكيد الفرتبري بقى بالمصر اللي جنبيه. يعني مثلا لو انا قلت لك ان ديت كان ترانسفيرس بروسس اوف اطلس، ادي السيرفايكال فرتبري اهي، نمره واحد اللي كان اسمها الاطلس، ونمره اثنين اللي كان اسمها الاكسس، وثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. الترانسفيرس بروسس بتاع الاطلس كان ورايا، ادي الانترنال جاجولار انقطعه، يبقى الترانسفيرس بروسس بتاع الاطلس. طيب بقيه الترانسفيرس بروسس لا، يعني الترانسفيرس بروسس كلها ميديال اللي هو على بلين لاترال سنه، فلا هو مش هيكون مش هيلحق غير الاطلس. طب مين كمان؟ المصل اللي احنا اخدناها في النك اللي كان اسمها ليفيتور سكابيلي، والمصل الثانيه اللي اخدناها اللي كان اسمها سكالين انتيريور او سكالينس انتيريور مصل، وسكالينس انتيريور مصل ديت كان نايم فوقيها نيرف كان اسمه فرينك نيرف، والارتري اللي كان اسمه السبكليفيان ارتري. لا ده الريليشن بتاعت الجيب ريليشن لا كانت كلها غلسه، مفيش ولا واحده اخدناها. اول واحد كان ترانسفيرس بروس بتاع الاطلس، الليفيتور سكابيلي، سكالين والنيرف الفرينك نيرف، والسبكليفيان ارتري اول جزء من السبكليفيان ارتري اللي كان بيدينا الفرتبرال ارتري زي ما هناخده كمان شويه، تمام. طيب ايه كمان بقى في البوستيريور ريليشن؟ البوستيريور ريليشن كانت جديده شويه، كان فيها ثوراسيك داكت. اخذنا الرسمه دي قبل كده وقلت لك ان الثوراسيك داكت كانت بتبتدي من تحت من ناحيه اليمين، والثوراسيك داكت بتفضل ماشيه في الثوركس وبتلف، بتعمل كورس كده بتلف من اليمين للشمال، وبتنتهي في الاخر هنا الترمينيشن بتاعها ورا الانترنال جاجولار فين، بتلف وبتنتهي عند الجنكشن اللي ما بين الانترنال جاجولار والسبكليفيان فين في الناحيه الشمال طبعا، علشان تنتهي هنا في النص ما بينهم. عشان كده لما هقول لك ثراسك داكت هكتب ثراسك داكت وهسكت، ولا هقول لك بس على الليفت انترنال جاجولار فين ديت ورا الليفت انترنال جاجولار. يبقى الجيب ريليشن اكتب جنبها لا مش هينفع تتالف فيها، ترانسفيرس بروسس بتاع الاطلس والليفيتر والسكالين بالنيرف والفيرست بارت بتاع السبكليفيان والثراسك داكت على الناحيه الشمال. طب تفتكر انا هقول الميجر ريليشن؟ مش محتاجها بقى خالص. انا الانترنال جاجولار فين كان هو الموست لاترال، فالميديال ليا كان الكومن كاروتيد تحت والفيجاس، كان فوق الانترنال كاروتيد واللاست فور كرينيال نيرف. اللاست فور كرينيال نيرف كانوا بادين معانا في الكاروتيد شيث من فوق، وبعد كده كل واحد غير الاتجاه بتاعه، اتنين طلعوا لقدام الجلوسوفارينجال والهايبوجلوسال، الهايبوجلوسال هو الجلوسوفارينجال، واللي رجع ورا الاكسسوري اللي عدى على الانترنال جاجولار فين سوبرفيشال، والفيجاس اللي كمل تحت. فلما اقول لك مين الميديال ليها تحت الكومن كاروتيد والفيجاس، لكن فوق الانترنال كاروتيد واللاست فور كرينيال نيرف. طيب الفين تقريبا نفس اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني احنا ما عكس الارتري بقى هيبقى الفين، ما فيش فيه كلام فظيع قوي، يعني احنا قلناه تقريبا كله. تعال نقوله تاني، ادي الاكسترنال جاجولار فين
الاكسترنال جيجولار فين هيبقى عباره عن ايه؟ ادي الاكسترنال جيجولار فين هيبقى عباره عن ايه؟ هو الاول ابتدى تقريبا عند الانجلف ماندبل هنا كده بالظبط عند الانجلف ماندبل باي يونيون اوف حاجتين تحت الباروتيد جلاند. لو انا قلت لك هنا كده الباروتيد جلاند تحت الباروتيد جلاند عند الانجلف ماندبل باي يونيون اوف ادي ده كده اللي كان اسمه البوستيريور اوريكولار وادي البوستيريور ديفيجن من الريترو مانديبولار فين البوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار فين وادي البوستيريور اوريكولار. الماوس ليه مهنج معايا؟ طيب احنا كنا قلنا ان احنا كان عندنا المجزيلاري فين وادي السوبرفيشال تمبورال فين اتحدوا مع بعض عملوا فين اسمه ريترو مانديبولار فين. ليه اسمه ريترو مانديبولار؟ لانه كان ورا المانديبول. الريترو مانديبولار فين كان اتقسم لاثنين برانش كان واحد انتيريور واحد بوستيريور. الانتيريور كان انتيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار ده اتحد مع الفيشال عمل لي كومال فيشال. طب البوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار عمل ايه؟ اتحد مع البوستيريور ريكولار عمل اكسترنال جيجولار فين. تعالى كده قولها لنا تاني. عندنا ماكسيلاري فين وسوبرفيشال تمبورال فين اتحدوا مع بعض عملوا ريترو مانديبولار فين. ريترو يعني ورا المانديبول. ريترو مانديبولار فين اتقسم لتو ديفيجن انتيريور وبوستيريور. بوستيريور قبل البوستيريور بوستيريور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار قابل بوستيريور اوريكولار فين وعمل الاكسترنال جيجولار فين. طيب امال الريترو مانديبولار فين الانتيريور ديفيجن راح مع مين؟ راح مع الفيشال فين وعمل لي كومان فيشال فين. عشان كده تلاقي لما احنا اخدنا التريبيوتريز بتاعه الانترنال جيجولار فين اخدنا اوكسيبيتال بس ما اخدناش البوستيريور اوريكولار. كنا اخدنا لينجوال زي الارتري اخدنا فيشال زي الارتري اخدنا سوبيريور ثيرويد زي الارتري اخدنا اوكسيبيتال زي الارتري ما اخدناش البوستيريور اوريكولار. ليه؟ لان البوستيريور اوريكولار اتحد مع البوستيريور ديفيجن وعمل لي الاكسترنال جيجولار فين. تمام كده؟ طيب الكورس بتاعه هو نازل اوبليكلي الاكسترنال جيجولار فين نازل اوبليكلي على السيرفيس بتاع الاسترنوماستويد نازل اوبليكلي على السيرفيس بتاع الاسترنوماستويد هو سوبرفيشال فدوت انا بلاقيه في الناس لما تيجي تتخانق او تزعق كده بلاقي الفين ده ناطر كده نازل اوبليكلي على السيرفيس وهو نازل فيري سوبرفيشال فهو نازل كده من فوق لتحت هو نازل سوبرفيشال نازل في في الديب فاشيا اللي موجوده هنا في التريانجل اللي ورا الاسترنوماستويد هو نازل قطعها اوبليك كده من فوق لتحت فنازل عدى الاسترنوماستويد فهو ظهر في البوستيريور تريانجل فهو كان ظهر سوبرفيشال في الديب فاشيا بعد كده هو عايز هينتهي كده في السوبرفيشال فاشيا او في الديب فاشيا يعني ولا هيخرج من الديب فاشيا لازم هيخرج من الديب فاشيا عشان ينتهي فين ينتهي في السبكليفيان فين. الرسم هنا مضلله شويه هو بريكس فالك فين بس هو بينتهي جوه في السبكليفيان فين. يبقى هو ديسند اوبليكلي على السيرفيس بتاع الاسترنوماستويد ديسند اوبليكلي اكتب جنبها انها من فوق لتحت يعني ما مشيش على الكورس بتاعها زيها مايله لا نزل من فوق لتحت فعشان كده هو نزل اوبليكلي على الاسترنوماستويد وعداها ودخل في البوستيريور تريانجل. هو وصل في الديب فاشيا في الروف بتاعه البوستيريور تريانجل تقريبا 1 انش فوق الكلافيكل هو هينتهي ان هو هينتهي في السبكليفيان فين. ادي الرسمه دي اهي الرسمه ديت اللي مبينه لك الديب فاشيا اللي مغطيه الاسترنوماستويد والترابيزيس ورا الديب فاشيا ديت اللي مغطيه اللي ورانا دوت كان البوستيريور تريانجل وكل اللي قدامنا ده كان الانتيريور تريانجل ده كده الانترنال جيجولار فين. طب الاكسترنال ده جاي ازاي؟ الاكسترنال جاي هنا عند الانجلف ماندبل هنا من ريترو مانديبولار فين البوستيريور ديفيجن مع البوستيريور اوريكولار اللي جاي هنا وابتدى هنا كده اتكون الاكسترنال جيجولار فين. انا همشي كده امشي مع النور همشي اوبليكلي على الاسترنوماستويد وهظهر هنا همشي اوبليكلي على الاسترنوماستويد فانا عديتها في الديب فاشيا انا هاجي هنا كده هنتهي في البوستيريور تريانجل تقريبا 1 انش فوق الكلافيكل انا هنتهي فين في السبكليفيان فين اهو ادي الاكسترنال جيجولار فين اهو انا جيت في الديب فاشيا وانا هنتهي في الديب فاشيا هنتهي في السبكليفيان فين بيبيرس الديب فاشيا اللي في البوستيريور تريانجل وبنتهي جوه التريانجل عشان انتهي في السبكليفيان فين. خلي بالك بقى ديت التريبيوترز اللي طالعه منه ادي التريبيوترز اللي طالعه منه لما جيت قلت لك على الانترنال جيجولار فين في حته طنشتها قلت لك ان هو قدامه كان في حاجه اسمها انتيريور جيجولار فين. ايه الانتيريور جيجولار فين؟ ايه الانتيريور جيجولار فين ده؟ احنا كان اي فين في الهيد والنك كنا بنسميه جيجولار كان منه الانترنال جيجولار الكبير المهم كان في واحد سوبرفيشال سميناه اكسترنال كان في واحد ماشي قدام في الميدل لاين سميناه انتيريور جيجولار والانتيريور جيجولار ده كان هيتحدوا مع بعض كده بارش كان اسمه الجيجولار ارش والانتيريور جيجولار دوت كان بيمشي يلف كده عشان ينتهي في الـ في الـ في الـ في السبكليفيان فين فالانتيريور جيجولار دوت كان بيلف قدام الانترنال جيجولار خلاص. طيب يبقى ادي كده الاكسترنال جيجولار نرجع له تاني الاكسترنال جيجولار اهو انا مشيت اوبليكلي على السيرفيس بتاع الاسترنوماستويد ودخلت في الروف عملت بيرسنج للروف عشان انتهي في السبكليفيان فين. طيب ايه التريبيوتر بتاعتك بقى؟ التريبيوترز بتاعتي سهله جدا ادي الاكسترنال جيجولار فين اهو وادي السبكليفيان فين اهو وادي الانتيريور جيجولار فين اهو اللي هينتهي في الاكسترنال برضو ادي الانتيريور جيجولار. طب ممكن تقول لي ايه التريبيوترز بتاعنا؟ التريبيوترز بتاعتك الاول قول لي انا فين؟ ادي كده السوبرفيشال تمبورال فين وادي كده الماكسيلاري فين اللي مقطوع يبقى انا كده انا مشاوره بالظبط في النور واقفه على الريترو مانديبولار فين
ادي الانتيرور ديفيجن من الريترومانديبولر مع الفيشيال، عمل لي كومن فيشيال. ادي البوستيرور ديفيجن من الريترومانديبولر مع البوستيرور اوريكولر، عمل لي الاكسترنال جاجولار. يبقى اول تريبيوتريز الاثنين اللي عاملينه اللي هم البوستيرور اوريكولر والبوستيرور ديفيجن من الريترومانديبولر. ايه التريبيوتريز الثانيه اللي عاملاه؟ التريبيوتريز الثانيه اللي عاملاه واحد ماشي بالعرض اسمه ترانسفيرس سيرفايكال، اهو ترانسفيرس سيرفايكال ده في البوستيرور تريانجل، بياخد مكان الارتري ترانسفيرس سيرفايكال ارتري اهو. ترانسفيرس سيرفايكال ده انا ماشيه كده، كان في ترانسفيرس فيشال لو فاكرين قدام، لا انا بتكلم ترانسفيرس سيرفايكال ماشي بالعرض دوت، هيروح في الاكسترنال جاجولار فين، واللي فوقيه على طول السوبرا سكابيولار فين، اللي تحتيه على طول سوري السوبرا سكابيولار فين. يبقى اتنين مع بعض، ترانسفيرس سيرفايكال كان في نيرفات هنا من السيرفايكال بلكسس، والسوبرا سكابيولار فين برضو اللي جنبيه اهو اللي تحتيه على طول. يبقى انا الاثنين اللي عاملني البوستيرور اوريكولار والبوستيرور ديفيجن اوف ريترومانديبولار والترانسفيرس سيرفايكال والسوبرا سكابيولار فين. مين كمان تريبيوتريز اللي احنا لسه قايلينه؟ الانتيرور جاجولار فين ده كمان هيلف كده لاترال وهيعدي قدام الانترنال جاجولار فين وهينتهي في الاكسترنال، يبقى ده كمان تريبيوتريز. في تريبيوتريز تاني اول ما شافوه هم افتكروه كانه هو فين تاني، يعني قالوا ده اكسترنال جاجولار فين بس اللي ورا، لا ده لقوا تريبيوتريز وبينتهي في الاكسترنال جاجولار فين بس فضل الاسم زي ما هو، اسمه بوستيرور اكسترنال جاجولار. بوستيرور اكسترنال جاجولار، البوستيرور اكسترنال جاجولار ده بيدرين الباك بتاع السكالب والباك بتاع الباك بتاع السكالب والباك بتاع النك كده، وكان بيجوين الاكسترنال جاجولار فين في النص تقريبا في الميدل بتاع الاكسترنال جاجولار فين. يبقى انا دلوقتي التريبيوتريز كان الاثنين اللي عاملينه البوستيرور والبوستيرور، بوستيرور ديفيجن والبوستيرور اوريكولار، كان الانتيرور جاجولار فين اللي جاي من قدام، كان اثنين من ورا ترانسفيرس والسوبر سكابيولار، واللي كان بيدرين في النص اللي هو البوستيرور اكسترنال جاجولار فين، وقلت لك عنه كلمتين ان هو بيدرين الباك بتاع النك والباك بتاع السكالب. نيجي للسيرفس اناتومي بتاعه، لو تاخدوا بالكم السيرفس اناتومي بتاع الانترنال جاجولار فين ما قلتوش سبته، والسيرفس اناتومي بتاع الانترنال كاروتيد ارتري ما قلتوش سبته. السيرفس اناتومي بتاع الانترنال جاجولار فين تقريبا نفس الكلام مع اختلاف سن. السيرفس اناتومي بتاع الكومن كاروتيد والانترنال والانترنال جاجولار فين كان هما 3 واحد. انا جيت من عند الاسترنو كلافيكولار جوينت هنا لغايه النقطه اللي ما بين التريجس وما بين الانجل اوف ماندبل، عملت نقطه بقى اللاين دوت يمثل الانترنال جاجولار فين صح، واللاين ده يمثل الكومن كاروتيد والانترنال كاروتيد صح. وجيت قلت لك خلي بالك الكومن والانترنال نفس اللاين، بس تيجي من عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتريج هتخلص الكومن وهتبتدي الانترنال. طيب ده كده كان للكومن والانترنال والانترنال جاجولار. طب احنا دلوقتي في الاكسترنال جاجولار هتعمل ايه؟ الاكسترنال جاجولار ده جاي من نفس البدايه دي، من نفس النهايه سوري، وهنتهي كده كده لغايه انا ماشي اوبليك فوق الاسترنو ماستويد، يبقى انا هنتهي في الميدل اوف كلافيكل. يبقى انا تقريبا لو انا قلت لك من عند الاسترنو كلافيكولار جوينت لغايه النقطه اللي ما بين التريجس وما بين الانجل اوف ماندبل، انا جي الخط دوت انا كده بقول السيرفس اناتومي بتاع الانترنال جاجولار والكومن كاروتيد والانترنال. طب السيرفس اناتومي بتاع الاكسترنال، لا انا هاجي لاين من عند هنا الانجل اوف ماندبل هنا لغايه الميدل اوف كلافيكل، يعني تقريبا نفس النهايه بس انا هنا ايه البدايه من عند الميدل اوف كلافيكل. نيجي بقى الانتيرور جاجولار فين نتكلم عنه كلمتين كده. ايه الانتيرور جاجولار فين ده؟ الانتيرور جاجولار فين دوت هو عباره عن فين صغيره جايه تحت الشين اوف ماندبل كده، وجايه كده كيونيون اوف حاجات اسمها سبمنتال فين صغيرين كده. السبمنتال فين دول موجودين في السبمنتال تراينجل اللي موجود هنا فوق الهيويد بون، فالفين الصغيره دي اسمها سبمنتال فين. السبمنتال فين دول بيتحدوا مع بعض وبيعملوا بيدسند كده في الميدل لاين هنا كده وهنا كده، اسمهم انتيرور جاجولار فين. احنا اتفقنا ان الفينس درينج بتاع الهيد والنك هسميه جاجولار، انترنال اكسترنال والانتيرور. الانتيرور دول مشوا في الميدل لاين جنب بعض اهو لغايه ما وصلت فوق الاسترنال، دي اسمها سوبرا استرنال نوتش فوق الاسترنال يعني، وبعدين انا رحت بكيرف لاترال، بكيرف لاترال يمين وشمال قدام الانترنال جاجولار فين كانت باينه في الرسمه اللي فاتت عشان انتهي في مين؟ في الاكسترنال جاجولار فين. يبقى انا بدات تحت السبمنتال فين، بدات باي يونيون اوف سبمنتال فين اباف الهيويد بون، انا ديسنت سوبرفيشال هنا في السوبرفيشال فاشيا في الميدل لاين علشان بوصل لغايه السوبر استرنال نوتش. ثالث حاجه هنا كان السبمنتال فين، هنا انا نزلت في الميدل لاين. نمره 3 انا انتهيت في عند السوبر استرنال نوتش ان انا بكيرف فوق الاسترنال، التو انتيريور التو انتيريور جاجولار فين بكيرف لاترال عشان بنتهي في الاكسترنال. قبل ما كيرف لاترال وانتهي في الاكسترنال انا كانوا الاثنين انتيريور جاجولار كانوا متوصلين ببعض بارش كده سميناه جاجولار ارش. يبقى انا الانتيريور جاجولار فين انا عرفت عنه ثلاث حاجات، بدايه سبمنتال فوق الهيويد، نزلت في الميدل لاين على جانبين ميدل لاين لغايه السوبرا استرنال نوتش، بقيت متوصل الاثنين ببعض بجاجولار ارش، وبعد كده عملت كيرف لاترال، كيرف لاترال قدام الانترنال جاجولار فين
عشان انتهي في مين؟ في الاكسترنال جاجرال فين. في الاكسترنال جاجرال فين. طيب طبعا الكلام دوت هيكون جيب للاسترنوماستويد مش كده؟ انا هكون جيب للاسترنوماستويد يعني الارتري دوت انا مش شايفاه، انا شايفه الانتيرور جاجرال هنا وشايفه الاكسترنال جاجرال، لا شايفه الانترنال ولا شايفه اللفه بتاعه الانتيرور لغايه الاكسترنال، فالكلام دوت انا بكون جيب للاسترنوماستويد. نيجي بقى الموضوعين صغننين خالص خالص خالص، يعني انا مش حاطه عليهم صور كتير. الارتيري سبلاي بتاع السكالب انا ما بشوفهمش مهمين قوي ومتعادين في كل حته، يعني متعادين في اللي فاتوا في كل حته. البلاد سبلاي بتاع السكالب الارتيريال والفين. طيب احنا السكالب ان احنا بنقول ان هو برانشاتنا من اكسترنال وانترنال كاروتيد. ازاي؟ انت قلنا ان كل الاكسترنال كاروتيد هو اللي هيدج السايد بتاع السكالب والفيس. ايوه دي حقيقه. وكل اللي هيدج الفيسرا كان هو الانترنال كاروتيد اللي هو بيبقى فيهم البرين بالمنينجيز، وكنا كمان معاها الاي. يعني الاي كنا بنعتبر لما ناخد في اخدنا في النيورو، ما احنا قلنا الكلام ده ان الاي كانت هي اكستنشن تبع البرين صح. وحتى الاوبتيك نيرف كنا بنقول الاوبتيك نيرف متغطي بالمنجيز بتاعه البرين، وكنا بنقول ان الاي ديت تعتبر تبع جزء تبع البرين. طيب الاكسترنال كاروتيد كان بيدي سوبرفيشال تمبورال ارتري، والاكسترنال والماكسيلري طبعا ده التيرمينال برانش، كان بيدي برانش من الباك بتاعه كان البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال، وادي الفيشيا اللي هو اللينجوال والسبير ثيرويد. مش قصتي خالص دول التلات، انا دلوقتي بتكلم في السكالب. في السكالب هيجيها سوبرفيشال تمبرال والبوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال دول التلاته، ومين كمان؟ عن طريق الارترنال كاروتيد اللي بعد ما دخل جوه البيتراس بون وبعد ما دخل جوه الكافيرنس وطلع فوق عند الاوبتيك كانال ادانا الاوفثالميك ارتري. والاوفثالميك ارتري ده شخصيا ادانا برانشين فوق الاي كان اسمهم سوبرا اوربيتال من الفورمن اللي فوق الاوربيت اللي كان اسمها سوبرا اوربيتال فورمن، برانش تاني ميديا اللي كان اسمه سوبرا تروكليير ارتريز. يبقى انا اقدر اقول لك ان احنا عندنا في سيركيليشن هنا في السكالب ما بين اكسترنال وانترنال. ما بين اكسترنال ازاي؟ سوبرفيشال تمبر سير اوريكولار اوكسيبيتال. ما بين انترنال اللي هو الاوفثالميك ارتري اللي ادى الاثنين السوبرا. طيب الارتريز اللي جايه هنا انا شايفهم كلهم تورشوس. ايه اللي خلاهم كلهم تورشوس؟ نفس فكره التورشوس اللي في الارتريز اللي في بقيه جسمنا، نفس فكره التورشوس اللي موجوده في اللينجوال او اللي موجوده في الفيشيال او الموجوده في اليوتراين او الموجوده في الانترنال كاروتيد اللي انا بدام بالبريشر مثلا للبرين. نفس الفكره هنا برضه هبقى تورشوس برانش بتسبلاي السايد بتاع السكال، كلهم بيعملوا انستموز مع بعضهم وتعمل كولاترال ان كيس ان يحصل ثرومبس في اي واحد منهم، فانا الكولاترال ديت بتفتح وبتسبلاي وبتعدي الاوبستراكشن ده. يبقى البلاد سبلاي بتاع الفيس عشان ما نقفش فيه كتير سوبرا اوربيتال سوبرا تروكلير نمره واحد، دول الاثنين برانشين من الاوفثالميك ارتري. طبعا الكورس بتاعه احنا مش هنقعد نشرح بقى فيهم دول. لو انا قلت لك السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكلير دول الاثنين جايين من الاوفثالميك ارتري، طب البرانشات دي جايه ازاي من الاوفثالميك ارتري؟ جايه ابورد من عند الاوفثالميك ارتري صح. طيب دول هيطلعوا ابورد وباكورد يرجعوا كده، ومعاهم النيرفات بتاعتهم ومعاهم الفينز بتاعهم، هيرجعوا باكورد معاهم النيرفات بتاعتهم بنفس الاسماء سوبرا وسوبرا، هي انستموز مع بقيه البرانشات اللي اسمهم سوبرفيشال تمبرال. يبقى اكتب جنب السوبرا والسوبرا قراءه مش محتاجه ان انت تعرفها، ولو جت هتالفها تمام. طيب ايه البرانش الثاني؟ البرانشات اللي جايه من الباك بقى او اللي هي من الاكسترنال كاروتيد يعني السوبرفيشال تمبرال والبوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال. طب قول لي كده على البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال هتقول ايه؟ هتالف. البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال الاثنين جايين من الباك بتاع الاكسترنال كاروتيد. البوستيريور اوريكولار مشي ورا الاوريكل وسبلاي الباك هنا الباك بتاع السكال، لكن الاوكسيبيتال دوت مشي ورا من الاكسترنال كاروتيد ومشي عند الباك وسبلاي عند الاوكسيبيتال تراينجل والجزء بتاع الباك اوف سكالب والباك اوف نيك كله تاليف مفيش فيها اي حاجه. وكنا حتى قلنا ان الاوكسيبيتال دوت كان تحت اللور بوردر اوف بوستيريور بيل اوف دايجاستريك، لكن البوستيريور اوريكولار دوت كان فوقيها، فالاثنين كانوا ريليتد للبوستيريور بيل اوف دايجاستريك، واحد فوقيها اللي هو البوستيريور اوريكولار واحد تحتيها اللي هو الاوكسيبيتال تمام كده. طيب يبقى انا مش محتاج اشرح حاجه في دول. اللي يمكن جديد سنه هو سوبرفيشال تمبرال اللي ما اتكلمناش فيه قوي. سوبرفيشال تمبرال دوت زي ما هناخده دلوقتي، سوبرفيشال تمبرال هو عباره عن ايه؟ هو وان من تو تيرمينال برانش من الاكسترنال كاروتيد. السوبرفيشال تمبرال كان ساب الابر اند اوف باروتيد جلاند زي ما شايف الرسمه كده، هو جاي من الاكسترنال كاروتيد من التيرمينال برانش، التيرمينال برانش الثاني اللي كان اسمه الماكسيلري والسوبرفيشال تمبرال عند الابر اند اوف باروتيد جلاند كان قدام الاوركل على طول. طيب هو عدى الروت بتاع زيجوماتيك ارش، اد زيجوماتيك ارش اهو، هو عمل كروسنج للروت اوف زيجوماتيك ارش. اكتب جنبها هو يقصد بالجمله دي ان هو سوبرفيشال، يعني يقصد بالجمله ديت ان الارت بدوت لما اجي بنام على المخده بحس البلسيشن بتاعته وقت الاستريس ووقت لما اكون خايف وكده. الارت دوت اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري، ده سوبرفيشال عدى الروت بتاع الزيجوماتيك ارش. عايز اقول لك ان معاه نيرف، معاه نيرف بس النيرف ورا خالص، النيرف اللي اسمه اوريكولو تمبرال نيرف بس النيرف ورا هو الارتري قدام النيرف تمام. طيب انا تقريبا 5 سنتيمتر فوق الزيجوماتيك ارش هنا كده تقريبا،
5 سنتيمتر فوق الزيجومات كارش او 3 سنتيمتر فوقيه، انا بتقسم لبرانش فرونتال باجي قدام وبرانش تاني ايه برايتال باجي هنا كده في النص عند البرايتال ريجن هنا وهنا كده. يبقى انا بتقسم برانش فرونتال وبرانش ايه برايتال. خلي بالك انا ما بروحش اوكسيبيتال، اللي بيروح اوكسيبيتال الاثنين بتوعي البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال، لكن انا باجي فرونتال وبرايتال. انا كده مغطيه السايد بتاع السكال، اثنين من قدام سوبرا وسوبرا، سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكليير، سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكليير، اللاترال الاوربيتال والميديال تروكليير، وبعد كده سوبرفيشال تمبرال في النص، وبعد كده البوستيريور والبوستيريور وار البوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال. يعني سوبرفيشال تمبرال اتفقنا ان هو جه عند الابر اند اوف باروتيد جلاند، اتفقنا ان هو كان قدام النيرف، اتفقنا ان هو عدى سوبرفيشال للارج، وبعدين هيتقسم لفرنتال و وبرايتال. دولت كانوا التيرمينال برانشز بتاعته. بس غير كده هو طبعا هيجي برانشز تانية غير الفرنتال والبرايتال، هيجي برانشز تانية هتسبلاي ايه؟ اكيد انا هسبلاي مين يعني؟ اكيد هسبلاي الباروتيد جلاند اللي انا جاي جنبيها، اكيد هسبلاي الاوركل، اكيد هسبلاي الجوينت اللي موجود هنا التمبرومانديبولار جوينت اللي ورايا على طول. يعني اي حته انا عديت عليها هديها برانشز، والتيرمينال اللي هما كان الفرنتال والبرايتال، وبدي برانش هنا البرانش هنا ما بين الزيجوما وما بين الاوربت، فالبرانش ده سيمناه زيجوماتيكو اوربيتال، زيجوماتيكو اوربيتال برانش. وبرانش تاني اللي ماشي في النص دوت اللي ماشي في النص على طول سميناه ميدل اوربيتال، ميدل تمبرال سوري، ميدل تمبرال. يبقى انا اديت فرونتال واديت برايتال واديت زيجوماتيكو اوربيتال واديت ميدل تمبرال، وما انساش اديت للباروتيد جلاند واديت للتي ام جي واديت لمين؟ واديت للاوركل. يعني انا دلوقتي انا ادي السوبرا اوربيتال وادي السوبرا تروكليير وادي السوبرفيشال تمبرال، ادي السوبرا والسوبرا وادي السوبرفيشال تمبرال، وما ننساش البرانشات بتاعتنا اللي طالعه منه. تعال بقى نقرا مكتوب ايه على السوبرفيشال تمبرال. السوبرفيشال تمبرال هو وان من التو تيرمينال برانش بتاعه الاكسترنال كاروتيد، هو ساب الجلاند عن طريق الابر اند بتاعه الباروتيد جلاند ووصل قدام الاوركل، وكان معاه النيرف اللي اسمه اوريكولو تمبرال نيرف، بس الارتري كان هو اللي قدام الاول مش كده؟ الارتري كان هو اللي قدام او النيرف كان بيهايند الارتري. انا بعد كده اتقسمت، انا عديت الزيجوماتيك ارش وعديت عشان كده كنت سوبرفيشال، اتقسمت لفرونتال و فرونتال وبرايتال، اجي الفرونتال اللي جاي قدام واجي البرايتال اللي جاي عند البرايتال ريجن، ما روحتش اوكسيبيتال لان في اتنين ارتريز تاني اوكسيبيتال. بعد كده ما اتقسمت فرونتال وتمبرال، كان ليا بقى برده برانشات تانيه نفس البرانشات اللي احنا شفناها في الرسمه اللي فاتت. البرانشات بتاعتي انا كانت الفرونتال والبرايتال كانوا دول النهايه، بس انا كان في زيجوماتيك اوربيتال وكان في ميدل تمبرال، وديت للباروتيد جلاند وديت للاوركل، وديت برانش تاني يمكن جديد اول مره نسمعه ترانسفيرس فيشال ارتري. البرانش دوت انا بمشي بالعرض كده في الفيس وبسبلاي الفيس، هناخده لسه قدام. يبقى انا ترانسفيرس فيشال ارتري ده اللي اول مره نسمعه، الاوركل كان اي كلام، برانش للباروتيد كانت اي كلام، تمبرو مانديبولار جوينت كانت اي كلام، والتيرمينال برانش الفرنتال والبرايتال دول والميدل تمبرال والزيجوماتيك اوربيتال. ادي الميدل تمبرال، ادي الميدل تمبرال، وادي الزيجوماتيكو ايه الزيجوماتيكو اوربيتال. طيب يعني السوبرفيشال تمبرال ارتري كان ايه اغلبيته تاليف، غير يمكن الزياده بس فيه اللي ما قلناهوش قبل كده ترانسفيرس فيشال ارتري، وهنقول وقت الفيس. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه بقى عشان يبقى خلصنا الجزء ده، الفينس درينج. الفينس درينج ما فيش فيه اي حاجه خالص خالص، وما نفس الاسماء على فكره، فانا مش هقوله يعني ده قرايه قرايه، ما فيش اي حاجه عكس بس الكلام، النازل داونورد التاني كان طالع ابورد الارتري. السوبرا تروكليير فين والسوبرا اوربيتال فين نفس الكلام بقى، السوبرا والسوبرا، السوبرا تروكليير فين والسوبرا تروكليير والسوبرا اوربيتال فين. انا جاي من عند الميديال اند اوف اي اهو زي الارتري، انا بجوين بس ان انا بعمل الانتيريور فيشال فين، دي يمكن الزياده بس احنا قلناها قبل كده الانتيريور فيشال فين. طيب وبعدين اد سوبرفيشال تمبرال فين، سوبرفيشال تمبرال فين ده هيونايت مع ايه؟ مع الماكسيلاري فين، وهعمل ايه؟ هعمل ريترومانديبولار فين اللي كان هيتقسم لايه؟ انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. انتيريور ديفيجن هيجوين ايه؟ الفيشال فين اللي اتعمل اهو، اللي اتعمل من السوبرا والسوبرا، اجوين وهعمل كومن فيشال فين. طب امال البوستيريور ديفيجن من ريترومانديبولار هيعمل ايه؟ هيجوين البوستيريور اوريكولار واعمل اكسترنال جيجولار فين. فما فيش فيها حاجه لما انا اقول لك الفينس درينج بتاع السكالب، السوبرا والسوبرا عملوا الفيشال، والسوبرفيشال تمبرال فين جوين مع الماكسيلاري عمل الريترومانديبولار، والبوستيريور اوريكولار جوين مع البوستيريور اوف ريترومانديبولار عمل الاكسترنال جيجولار، والاوكسيبيتال فين اللي كان ورا الاوكسيبيتال فين الوحيد اللي يمكن اللي هيجوين الانترنال جيجولار فين على طول. الاوكسيبيتال فين مش هيدخل في الاكسترنال جيجولار فين. طيب يعني هي يمكن دي اللي زياده سنه. فالفينس درينج اي كلام خالص، اي كلام خالص، انت هتقول السوبرا والسوبرا جم عند الميديال اند اوف اي، انا عملت لك الفيشال فين الانتيريور فيشال فين، السوبرفيشال تمبرال مع الماكسيلاري عملت الريترو مانديبولار فين،
اتقسم لبوستيريور وانتيريور. الانتيريور مع دوت عمل لي الكومن فيشيال، البوستيريور مع البوستيريور عمل لي الاكسترنال جاجولار فين، والاكسترنال جاجولار فين ده اللي انتهى في السبكليفيان فين. واجي الانترنال جاجولار فين شخصيا اهو مع السبكليفيان فين وعملت بريكيوس فالنج فين، فكله وصل لبعضه. الاوكسيبيتال فين دوت جه عند الاوكسيبيتال فينس بلكسس اللي موجوده هنا، اللي موجوده في الاوكسيبيتال ترانجل. ايه الاوكسيبيتال ترانجل ده؟ ده ترانجل موجود كده عند الباك بتاع الاوكسيبيت تحتها على طول، فاسمه سب اوكسيبيتال ترانجل، وفيها بلكسس فينس بلكسس كتيره اسمها سب اوكسيبيتال فينس بلكسس. لما حد بيتخبط في ظهر راسه كده بيتخبط عند الاوكسيبيت بينزل فين بينزل دم كتير، فيها السب اوكسيبيتال فينس بلكسس الكتيره اللي موجوده هنا. الفين ده كله مش بيدرين بقى في الاكسترنال، لا ده بيمشي ديب وبيروح يدرين في الانترنال جاجولار فين. هو ده الوحيد اللي يمكن تريك سنه يعني. غير كده دي المحاضره كده خلصت، وزي ما قلت لكم هقسم لكم المره اللي جايه بقى، هنوصل لغايه ما نخلص الترجويد فينس بلكسس ان شاء الله. يلا ربنا معاكم يا رب بالتوفيق.